الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. ما زال الكلام يا أخوة يا كرام مستمر في الحديث عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واليوم سنقف أمام أحداث جميلة جدا حصلت له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول عملية أو أول تخطيط لجريمة اغتيال في تاريخ الإسلام. من كان المستهدف لهذه العملية؟ هو نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أول خطة اغتيال في تاريخ الإسلام أرادوها بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغيرها من الأحداث الجميلة التي سنذكرها بإذن الله عز وجل. قبل ما أقولكم قصة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بذكر لكم قصة هجرة أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة عندها ابن صغير اسمه سلمة. من هذه أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية مخزومية من بني مخزوم، اسمها هند بنت أبي أمية من بني مخزوم. عندها زوج يسمى أبو سلمة، عندهم طفل صغير اسمه سلمة. لما ضاق الحال ولم يستطيع المسلمين في مكة أن يعبدوا الله عز وجل على راحتهم، وكفار مكة مشددين عليهم في هذه العبادة ومضيقين عليهم، قد هم البعض وهم الكثير أن يهاجروا إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي حدث؟ قام أبو سلمة أراد أن يهاجر، تكلم مع أم سلمة قال أبوي يلا جهزي أغراضك إحنا بنهاجر. وين يا أبو سلمة؟ قالت أبوي انتهى الوقت، إحنا عايشين في هم وغم في هذه البلد اللي هي مكة، وكانت الهيمنة والسيطرة والقوة لمن؟ لكفار قريش. من الذي كان يحكمهم؟ فرعون هذه الأمة. من هو؟ أبو جهل، هو الذي كان يحكم مكة في وقتها. قال يا أخي بلاها هذه البلد، نطلع نروح نشوف لنا مكان ثاني نستطيع نعبد الله عز وجل فيه ونرتاح، لا حد يقولنا ولا نقولهم. ها يا أم سلمة؟ قالت يلا بسم الله نهاجر قدام. جهز متاعه أبو سلمة وهم بالخروج، يريد وين؟ الهجرة. اعترض طريق أبو سلمة أهل أم سلمة. منهم؟ عبد الله ابن أبي أمية. عبد الله ابن أبي أمية، تعرفون من هذا عبد الله ابن أبي أمية؟ هذا يصير أخو أم سلمة هند بنت أبي أمية. هذا عبد الله ابن أبي أمية هو نفس الشخص الذي كان واقف على رأس عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، معه أبو جهل وبعض صناديد الكفر. هو الذي كان يقول لأبو طالب عم النبي وهو في سكرات الموت، كان يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين آبائك وأجدادك وتتبع دين محمد؟ فجلسوا على رأسه يسمعوه هذا الكلام حتى جعلوه لا ينطق بالشهادة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على رأسه، هم في طرف ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في طرف آخر. رسول الله يقول له يا عم قل كلمة فقط أحاج لك فيها عند الله، أبغي منك كلمة، قل لا إله إلا الله. وصناديد الكفر واقفين على رأسه، منهم هذا عبد الله بن أبي أمية، يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف تترك دين آبائك وأجدادك وتتبع دين محمد؟ فهو يعني حيران يمين ويسار، يطالع يسمع كلام هذا ولا يسمع كلام هذول، القبيلة والعرب والسمعة ماذا سيقولون إذا تركت دين أبائي وأجدادي؟ كانوا متعصبين لما كان عليه الآباء والأجداد ولو كانوا على باطل،
وكان يعلم حقيقة دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أبو طالب حتى قال أبياته الشهيرة: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت قبل أمينة، وكنت قبل أمينة، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. شوف الكلام كيف يعني مؤلم ومحزن، أن هذول الناس ما دخلوا في دين الله. أبو طالب كم خدم النبي وكم نصره وكم حامى عنه حتى في وفاته، بعدها بثلاث أشهر ست أشهر توفيت خديجة رضي الله عنها، سمي عام الحزن، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لوفاة عمها أبو طالب. ودعوتني ودعوتني ونصحتني ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذارى سبة، لولا الناس بتلومني وأهلي وجماعتي والقبيلة وقريش، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. تحصلني أنا أول واحد تابعنك في هذا الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن يسلم، وعبد الله بن أبي أمية هذا أبو هند بنت أبي أمية اللي هي أم سلمة واقف على رأسه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف دعاة السوء ودعاة الفساد ماذا يصنعوا بالناس يا أخوي، دمروا دينه، وهو اليوم في ضحضاح من نار يغلي بهما دماغه، يلبس خفين ضحضاح من نار. كيف يعني يلبس نعال في ماي؟ هذا الماي يدوب بس مغطي ساقه، عفوا مغطي قدمه فقط، حرارة هذا الماي دماغه يغلي. أشد أقل الناس عذابا في النار هو أبو طالب عم النبي، شفع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الشيء، وهذا خاص فقط لأبو طالب. ولكن رفقاء السوء حتى يعني أخبركم الشيء الجميل اللي حصل، عبد الله بن أبي أمية هذا أسلم ودخل في دين الله عز وجل، واستشهد في أحد الغزوات، مات شهيدا. طيب أبو طالب، لكنها حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وهو الذي يريدها، ما أراد أن يسلم أبو طالب ودخل عبد الله بن أبي أمية في الإسلام. ما لكم بالطويلة، عبد الله بن أبي أمية وقف في وجه أبو سلمة، وين رايح؟ قال أنا مهاجر، أنا ما أبغى أجلس في هذا البلد وأنا بهاجر وخلاص. فكان يقول له: أنت تبغي تهاجر هاجر، الأمر راجع لك، لكن بنتنا هذه ما نعطيك. ليش؟ زوجتي. قال: لا لا لا، أنت تبغي تهاجر روح، طريق مفتوحة، ما نملك لك أمر، إحنا ما بيدنا شيء نتحكم فيك، لكن بنتنا أختي تصير من بني مخزوم هذول. قال: ما نعطيك يا جماعة بنتي زوجتي. قال: ما نعطيك، تبغي تهاجر هاجر بروحك، لكن أختنا ما تروح فيها. والحين جلست أم سلمة هند تصد صوب زوجها وطالع أهلها وإخوانها، هذول منعوها ويبغي هاجر. فقالت هند: يا أبو سلمة توكل على الله أنت وهاجر، وخلني أنا بجلس هني. فحزن أبو سلمة حزنا شديدا، يحب زوجته يبغي يأخذها معه. انطلق أبو سلمة يريد الهجرة، من الذي بقى؟ بقت أم سلمة، من معها؟ معها طفلها الصغير أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، بقى معها. زين، راح أبو سلمة، بقت أم سلمة وطفلها، من الذي جاء؟ جاءوا أهل أبو سلمة، أهل أبو سلمة جاءوا لعبد الله بن أبي أمية ومن معه. قالوا لها: لماذا منعت المرأة تهاجر مع زوجها؟ فقالوا: هذه بنتنا وإحنا ما نريدها تتبع زوجها إلى المدينة. فقال: أنتم أخذتوها لأنها منكم صح؟ الابن هذا الصغير الذي معكم منا، نأخذ الابن، تفضل. أهل أبو سلمة أخذوا الطفل، وأبو سلمة بروحه انطلق إلى المدينة، وأم سلمة جلست مع أهلها، أسرة مترابطة متلاحمة بينهم الحب والوئام، تفرقت وتشتتت بسبب العناء والعذاب الذي كان يأتيهم من كفار قريش.
الطفل راح عند أعمامه والأم راحت عند أهلها وأبو سلمة هاجر إلى المدينة. تمزقت الأسرة تماما. يا الله. جلست أم سلمة سنة كاملة تعتلي إحدى قمم الجبال وتبكي لمدة سنة لفراق ابنها وزوجها. تبكي بكاها في كل يوم، تصعد إلى هذا الجبل في المساء وتجلس تبكي حزنا على فراق زوجها وعلى فقد ابنها. تشتتت العائلة سنة كاملة. جاءهم رجل وقال لهم: أما رقت قلوبكم على بكاء هذه المرأة؟ أما حنت قلوبكم؟ أما رقت أفئدتكم وأنتم ترون هذه المرأة تبكي من سنة لفراق ابنها وزوجها؟ دعوها يا أخي، اتركوا المرأة تذهب مع زوجها. فقالوا: أو تقول ذلك؟ قال: نعم، اتركوها سنة كاملة يكفي، رجل في المدينة يالس، والابن ضاع والأم ضاعت. فذهبوا إليها وقالوا: إن أردت أن تتبعي زوجك فاتبعيه، وروحي انطلقي ما عندنا مشكلة، تابعي زوجك. جاء الفرج وجاء الفرح وتهلل الوجه سرورا وابتساما. انطلقت أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية مباشرة إلى من؟ إلى أهل وأعمام ولدها سلمة، تبغى تشوف ابنها. قالت لهم: أبي عطوني ولدي، أنا قد أذن لي بالهجرة، وافقوا أهلي أني أهاجر، أعطوني الأبن أنا بهاجر. تهاجرين؟ أخذت الأبن انطلقت تريد المدينة، من مكة إلى المدينة. يا رجل كم يوم هذا تأخذ؟ أنت اليوم سيارة تأخذ ما يقارب 500 كيلو أظن، أو إن لم يكن أكثر، من مكة إلى المدينة. جاءها رجل اسمه عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كان من كفار قريش، ولكنها العروبة والمروءة والنخوة والرجولة جعلته يقف على قدميه، وما ترك هذه المرأة تهاجر من مكة إلى المدينة لوحدها. قال: أنا أتبعك إلى أن تصلي المدينة. نخوة لمساعدة المحتاج والفقير والضعيف، امرأة مع طفل صغير تخرج لوحدها على ناقة من المدينة لمكة، من مكة للمدينة. طيب تعرضوا لها قطع طرق غيرها، أمور تتأذى. قال: أنا معك. أخذها والله ووصلها إلى بيت زوجها المدينة. قال: تفضلوا بهذه زوجتك وهذا ابنك، السلام عليكم، أنا راجع إلى وين؟ إلى مكة. عثمان بن طلحة هذا أسلم رضي الله عنه بعد ذلك. دخلت أم سلمة لزوجها والحمد لله رب العالمين. أم سلمة مات زوجها أبو سلمة. من تزوج أم سلمة؟ من يجاوب؟ من يجاوب يا جميل؟ يا صديقي نادى إيه؟ يا أستاذ أنا عايزك أنت تجاوب، وأنت دائما تجاوب ما شاء الله. أم سلمة أين ذهبت؟ من الذي تزوجها؟ أم سلمة الذي تزوجها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مات أبو سلمة، تزوجها نبي الأمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضها. طيب بعد ذلك بدأ الصحابة شوي وشوي كل فترة يهاجر واحد، يهاجرون بالخفاء، لأنهم كانوا ما يبغون دولة الإسلام تتسع، يبغوا يضيقوها، ما يبغوها تتسع وتذهب، يبغوها مضيقة. هذا راح المدينة وهذا راح الحبشة وهذا راح، إذا اتسعت وصارت لهم دولة وصار لهم كيان، هم يبغون يضعفون بأي طريقة. فكانوا يهاجرون بالخفاء. من الذين كانوا يهاجرون علنا عمر بن الخطاب، هاجر في وقتها، قام قال: إني مهاجر إلى المدينة، من أراد أن تذكله أمه فليتبعني. اللي يبغي يقتل اليوم على يدي فليتبعني، إني مهاجر، أنا بهاجر. فهاجر رضي الله عنه، وصل إلى المدينة ولم يتعرض له أحد أبدا. طيب صهيب الرومي جاء إلى مكة فقير مسكين ما عنده شيء، جلس
يتاجر بماله وعرق جبينه واجتهد وسوى فلوس في مكة، وكان ممن حسن إسلامهم رضي الله عنه وأرضاه. لما أراد الهجرة جاءوا إليه كفار مكة، قال وين راح؟ قال أنا بهاجر. قال لا لا، شو تهاجر؟ تهاجر أنت جاي لنا صعلوك فقير ما عندك شيء، وتبغى جيت هنا أخذت الأموال هذه كلها وتبغي ترجع فيها للمدينة؟ لا، ابقي ما عندك من مال وانطلق. كيف؟ ما يصير، فلوسي هذه أنا جايبها بعرق جبيني، أنا اشتغلت وتاجرت وعطني فلوسي. قال لا، تبغي تهاجر خلي فلوسك وروح، أنت جاي لنا صعلوك ما عندك شيء، حين تبغي ترجع مكة وعندك خير؟ لا لا. أخذوا ماله وقال إن خليت لكم المال الذي عندي أتتركوني وهاجر؟ قالوا نعم نخلي سبيلك. فترك ما عندهم من مال وانطلق مباشرة يريد الهجرة إلى المدينة. طبعا إلى الآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هاجر بعد، ما زال موجود بمكة. قال بعض أهل العلم قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، قالوا أنها نزلت في صهيب الرومي، اشترى نفسه، باع ترك كل ما عنده مقابل إيش؟ فقط أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كفار قريش في هذه الفترة شافوا أن الوضع ما يطمن وهذه الدعوة جالسة تتمدد، لابد أن نعقد اجتماع فورا طارئ. يتفلتون كل يوم الصباح يقوم وين فلان؟ ما حد، وين اختفى؟ هاجر، هاجر المسلمين، ما بقى أحد في مكة إلا من؟ كفار قريش، الجماعة كلهم هاجروا، نبينا محمد ما زال يومها موجود بعده في بيته. اجتمع كفار قريش وعلى رأسهم أبو جهل فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام، جمع الناس في ناديهم قال إنكم ترون ما يحدث، محمد وأصحابه وأتباعه يهاجرون وتصبح لهم دولة ويكون لهم شأن في هذا الزمن، ماذا نفعل؟ خلونا نشوف لنا حل نتصرف، الحل الوحيد هو أن نقضي على محمد بأي طريقة، نقضي عليه إذا مات نتخلص منه، بيضعفون أتباعه ما راح تكون لهم دولة ولا يكون لهم كيان ولا قوة ولا حاجة. هذا تقول لهم. جاءت في إحدى الروايات أن رجلا شيخا كبيرا أعرابيا إبليس تشكل لهم بهيئة بشر يسمى بالشيخ النجدي، جاء ودخل ناديهم كفار قريش، فكل واحد فيهم كان يقول أعطونا رأيكم شو نسوي. قال أولهم أنا أرى أن يبعد من أرضنا وينفى إلى مكان بعيد. فتكلم الشيخ النجدي اللي هو إبليس قال إن فعلتم ذلك فأنتم تعلمون أن الرجل عنده من البيان والفصاحة والدلالة والآيات فسيتبعه قوما آخرون. إذا أنتم بتنفوه بلد ثاني، هذه البلد بيجلسون معه وبيدعوهم للإسلام، بيسمعون هذا الرجل عنده كلام طيب، عنده أدلة، عنده آيات، عنده معجزات، عنده كذا، بيأمنوا به وسيقوى من جديد ويقاتلكم. إني أرى غير ذلك، يعني ما يصلح ننفيه. قال لا لا، ما يصلح تنفيه، بيقوى من جديد وبيرجع يجي يقاتلكم. الحين تكلم شخص آخر، ماذا قال؟ قال أنا أرى أن يحبس إلى أن يموت، نجيبه نحطه في سجن ونجلس في هذا السجن الرجل يضعف إلى أن يموت ونتخلص منه. فقال لا، قال الشيخ النجدي اللي هو شيطان، قال لا، إن له أتباعا وأهل وجماعة وأنصار سيقاتلوكم ولن يرضوا أن يروا نبيهم على هذا الحال. لماذا نفعل؟ شو نفعل؟ فتكلم فرعون هذه الأمة فقال إني أرى رأيا آخر. قال وما ترى؟ قال إني أرى أن نأخذ من كل قبيلة رجل قوي، ها، شابا يافعا يانعا، نجمع من كل قبيلة فتى ونجتمع عند بيت محمد ننتظر خروجه
ثم ننزل عليه جميعا بضربة رجل واحد بسيوفهم جميعا فيقتل، ثم يتفرق ويتوزع دمه بين القبائل، فلن يستطيع بعد ذلك بنو عبد مناف أن يقتصوا لابنهم. الدم توزع بين القبائل كلها. شو بتسوا أنتوا الحين؟ ما في الرجل دمه توزع في كل قبيلة أحد قاتلنا، أنتوا بتقتلوا الناس هذول كلهم؟ صعب جدا. هذه القصة فيها جماليات وفيها أحداث، بس خلونا يا أخوي الكرام نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخوة يا كرام، بعد ما عزموا كفار قريش واجتمعوا على هذا الأمر الخطير الذي هو أن يجمعوا على رأس كل من كل قبيلة فتى شابا يانعا قويا ويعطوه سيف ويجتمعون عند بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد، وهذه القصة اللي يعرفها اليوم الجميع. طيب، نبينا محمد كان كل يوم ينام بعد العشاء، يخرج بعد العشاء في نصف الليل، يخرج يذهب إلى مكة يتعبد الله عز وجل، يصلي قيام الليل كل يوم، وهم يعلمون هذا الشيء، يعرفون متى يدخل متى يخرج، ساكنين معه يشوفوا. قالوا ماذا نفعل؟ قال خلاص أنا إحنا نرى أن نفعل هذا الفعل، شو رأيكم؟ قال كفار قريش والله نعم الرأي ما قلت. خلاص قال خلاص، يعني نجيب من كل قبيلة جابوا وروح الجماعة ويستغلوا لك يوم من الأيام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دخل بيته ينام على أساس أنه في الليل في نصف الليل سيخرج صلوات ربي وسلامه عليه، يتجه مباشرة إلى بيت الله الحرام مكة ويتعبد الله عز وجل ويصلي القيام. ما الذي حدث؟ جاء جبريل عليه السلام قال لمحمد قم تهاجر، بكرة تهاجر، ما تبقى في مكة، خلاص جاء الإذن بالهجرة إلى المدينة، القوم قد تآمروا عليك يريدون قتلك. هو ذاك؟ قال نعم. قال خلاص. رجع جبريل، خرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فترة الظهيرة، وهذا الوقت نبينا محمد ما يخرج فيه من بيته، اتجه مباشرة إلى بيت من؟ أبو بكر الصديق، صديقة في يعني قبل الإسلام وفي الإسلام وفي الهجرة وفي قبره صلوات ربي وسلامه عليه، وهو جار له. ذهب مباشرة إلى بيت أبو بكر الصديق، قرع الباب، من هنا؟ قالت عائشة إنه محمد رسول الله. فقال أبو بكر ما الذي جاء به في هذه الساعة من الظهيرة إلا أن هناك أمر، ما رسول الله ما يخرج هذا الوقت، مستحيل في شيء. فخرج أبو بكر عند الباب فقال من معك؟ أخرج كل من في البيت، ما أبغى أحد يكون في البيت، أنا وأنت فقط. فقال له أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهلك، يعني ما في عترة، أهلك بس اللي في البيت، يعني عائشة وما في حد. فدخل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلس في البيت. ماذا هناك يا رسول الله؟ قال أوذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصديق الصحبة، الصحبة يا رسول الله، أنا صاحبك. فقال هو ذاك. قال النبي هو ذاك، ها بكرة؟ قال خلاص غدا إن شاء الله نرتب أمورنا ونهاجر ننطلق. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بيته، نام في بيته. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ في نصف الليل خرج، كان كفار قريش لما اجتمعوا كانوا يشوفون من فتحة الباب رسول الله نايم على الفراش، ينتظرون بس حين متى يأتي نصف الليل حتى يخرج يذهب إلى مكة يتعبد ويضربوه ضربة رجل واحد، قال لك ونتخلص من محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى الموضوع وخلاص ونفتك من الأذى هذا اللي هم يرونه صلوات ربي وسلامه عليه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يبغون يقيدوك يسجنوك أو يقتلوك يضربوك بالسيف أو يخرجوك يطردوك من مكة، زين، ويمكرون ويمكر الله،
والله خير الماكرين. أنتوا تمكروا وتحوطوا وتسيسوا وتخططوا لهذه المكيدة، والله عز وجل هو الذي سينصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وسيحميه. جاء لعلي بن أبي طالب، قال تعالى يا علي بن أبي طالب نم في فراشي، نم على فراشي ولا تحرك، ولن يصيبك منهم أذى. دخل علي طالب من باب الخلفي، دخل الجماعة طوقوا البيت تماما، ما في مجال يخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زين، جاء نصف الليل، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتلا قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا، فخرج صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر الصديق وحمل التراب وجعله على رؤوسهم واحدا واحدا. الله عز وجل قذف في نفوسهم النوم وهم وقوف، حلوقهم مفتوحة، ودخل رسول الله خرجهم من الباب ووضع الرمل على رؤوسهم وانصرف. هم واقفين ما يعرفون شو على رأسهم ولا منتبهين، رسول الله خرج معه أبو بكر، طلقوا إلى بيت من الباب الخلفي معه أبو بكر، وينك يا الطريق. وعدوا أحد الرجالات وكان اسمه، نسيت اسمه، عبد الله بن أريقط أظنها اسمه، يجيكم. لما هم وقوف ينتظرون خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من البيت، جاءهم رجل قال: ماذا تفعلون هنا؟ قالوا: ننتظر محمد حتى نقتله. فقال: خسئتم، قد خرج محمد صلى الله عليه وسلم وألقى على رؤوسكم التراب. ها؟ ألقى على رؤوسنا التراب؟ قال: نعم، خرج وألقى على رؤوسكم التراب، وضعوا أيديهم على رؤوسهم، واللي فعلا الرؤوس كلها تراب ورمل. كيف خرج؟ من وين خرج؟ متى خرج؟ فجلسوا، فتحوا الباب، رجل نائم. قال: له محمد ما خرج، والله ما خرج، ها هو نائم على فراشه. فقال: أنا أقول لكم محمد خرج، وضع على رؤوسكم التراب وراح. انتظروا إلى الفجر، وإذ فتحوا الباب، علي بن أبي طالب نائم على الفراش. مسكوه وضربوه ضربا وقيدوه وخذوه إلى مكة. أين هو ابن عمك؟ وين محمد؟ فقال: والله لا أدري أين هو. وجلسوا يضربوه ضرب، يريدون أن يعرفوا منه فقط أين ذهب محمد، ولا يجيبهم أبدا، ما يجيبهم أبدا. طيب، خرج أبو جهل ومعه من معه، اتجهوا مباشرة إلى بيت أبو بكر الصديق. دق الباب، افتح الباب من؟ أسماء بنت أبو بكر الصديق. قال لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. أين أبوك؟ لا أدري. لطمها لطمة على وجهها رضي الله عنها وأرضاها، حتى الحلق هذا اللي كان في إذنها طار من إذنها رضي الله عنها وأرضاها، وجلست تبكي. الرجل تجنن خلاص، يعني احنا متفقين اليوم خلاص سينتهي محمد، انتهى، سنقتله وانتهى الموضوع، ما نبغى، هذه أحلى فرصة كانت عندنا وأفضل خطة والموضوع منتهي. قال: والله هذا اللي حصل، أنا ما أعرف وين أبوي. خرج مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر الصديق، انتجه مباشرة إلى غار. وين غار؟ غار حراء. دخل الغار، تخبأوا فيه وجلسوا. قبل ما يدخل، دخل قبله من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. نظف المكان، نظف الغار من الأوساخ ومن الأوبئة ومن الحشرات ومن الدواب وكذا، وسد ما فيه من ثغور. دخل فقال: يا محمد ادخل معي. دخل محمد صلى الله عليه وسلم ودخل معه أبو بكر الصديق، جلسوا يتخبون. هم في هذه اللحظة يا أخوة الكرام كانوا موعدين من؟ كانوا موعدين رجل يأتيهم بعد 3 ليالي ومعه ناقتين يحمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق، ثم ينطلق إلى أين؟ ينطلق بهم إلى المدينة. هذا الرجل يلقب بالخريت. الخريت هو الشخص الذي يعرف طرقات الصحاري. رجل الخريت، أي واحد يعلم يعرف الطرقات، هذا وين مخرجه وهذا وين، يعني الطرقات البعيدة، يسمى بالخريت. فهذا الرجل كان يسمى ويلقبه بالخريت لأنه كان يعرف طرقات المدينة وكيف يدخل وكيف يطلع. طيب، أبو بكر الصديق أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، هم ليش دخلوا الغار؟ دخلوا الغار حتى يعني يبعدوا الأنظار تماما عن كل الطرقات. هم ما يتخيلون أن
أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالغار، لأن طريق الغار يؤدي إلى اليمن وطريق المدينة في طريق أخرى. جاء أبو جهل فوضع هدية 100 ناقة لمن يأتيه بمحمد وأبو بكر الصديق حيان كان أو ميتين. 100 ناقة لأي واحد يأتيني بأبو بكر الصديق مقتول أو حي، أنا بعطيه 100 ناقة، بس طلعوا لي هذول الاثنين بأي طريقة جيبوهم لي مهما كان الوضع أنا أبغيهم. تخبروا الناس، كل واحد ركب جواده فرسه وتقلد سيفه وانطلقوا في الطرقات يبحثون عن محمد حتى يأتوا به مقيد أو مقتول إلى أبو جهل، رجل سيد هو يحكم قريش. ولكن سبحان الله، وجلسوا يبحثون ورسول الله موجود في الغار وهم ما يدرون عنه. كانوا يأتون إلى قريب الغار والنبي صلى الله عليه وسلم داخل، وأبو بكر الصديق يقول له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا، لو واحد فيهم بس صد شوي بس إلى قدمه لشافنا يا رسول الله. فكان يقول له: ما ظنك يا أبو بكر باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين إذ يقول لصاحبي: لا تحزن، إن الله معنا. فكانوا جالسين في الغار، أبو بكر الصديق، نبينا محمد وضع رأسه على فخذ أبو بكر الصديق ونام 3 ليالي جلسوا في الغار. من يزودهم بالأخبار؟ عبد الله بن أبو بكر الصديق كان يذهب ويأتي، وعنده راعي آخر يرعى الغنم يذهب ويأتي خلفه من بعيد حتى يزيلوا آثار ذهاب وإياب أبو بكر الصديق، عبد الله بن أبو بكر الصديق إلى الغار. الغنم هذه تمشي لما يرجع عبد الله بن أبو بكر الصديق تزيل الآثار. كان يأتيهم بالأخبار التي في مكة، ها شو صار؟ والله كذا، والجماعة وضعوا جائزة 100 ناقة، وأبو جهل اشتط غضبا ووضع ويبحثون عنكم في كل مكان، جعلوه مثل يعني مراسل يأتيهم بالأخبار التي تحصل في مكة. سبحان الله، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن في اليوم الثالث جاء مباشرة هذا الخريت ومعه النوق، وركب بكر الصديق وانطلقوا مباشرة إلى المدينة من طريق الساحل. ما ذهب بهم مباشرة في الطريق المعهودة والمعروفة لدى الناس؟ الطريق المعروفة المعهودة لدى الناس أن تتجه مباشرة إلى الكل، يعني أهل مكة يعرفون طريق مكة هنا، طريق المدينة هنا، طريق كذا هنا. هو ذهب بهم من طريق مغاير تماما يؤدي هو أصلا طريق اليمن وليس بطريق المدينة، وما توقع أبدا أنه سيذهب إلى هناك. أبو بكر الصديق، رسول الله نبينا محمد نايم على فخذه، لدغ أبو بكر الصديق، لدغته عقرب، فكان يتألم من شدة الألم، لكن ما يريد أن يقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نومه، كان نائما على فخذه وهو ملدوغ، فجلس يبكي رضي الله عنه وارضاه، ونزلت دمعته من عينه وقعت على من؟ على وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحس بها فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، قد لدغت. شوف المحبة كيف الصادقة، شوف محبة النبي، محبة الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت. يعني مهما صار ومهما فعل، ملدوغ الرجل، لدغته عقرب أو حية، ورفض تماما أن يؤذي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يوقظه من نومه. قال: خلى نايم وأتحمل الأذى والتعب في سبيل راحة نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر، إنه الحب والله. قام النبي صلى الله عليه وسلم مسح على، سمى الله وذكر الله عز وجل ومسح على مكان اللدغة هذه، فبرأ رضي الله عنه كأن لم يكن به وجع أبدا. القصة المشهورة أن نبينا محمد لما جاء إلى الغار كانت هناك حمامة معها عش وبيض وشبك العنكبوت مغطي مدخل الغار حتى لا يظن الظان أن هناك أحد. هذه القصة غير صحيحة يا أخوي الكرام، وهي المشهورة وهي التي تعلم اليوم وهي التي تسمعها في كل مكان. والصحيح كما أخبر أهل التحقيق أن هذه القصة ليست صحيحة يا أخوة، مش صحيحة، سندها ضعيف ما تصح، والناس ما زالوا اليوم يكررون هذه القصة في كل مكان وزمن، والصحيح أنها ضعيفة. جلس هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام في الغار، يأتيه الأكل صباح ومساء. اليوم اللي بيرحلون فيه جاءت أسماء رضي الله عنها معها الخريط هذا، وجابوا النوق وجابوا الأكل وجهزوا الراحلة للانطلاق.
فركب النبي صلى الله عليه وسلم حطوا الأكل على النوق أرادوا أن يحزموا الطعام فنسيت أسماء رضي الله عنها المحزم اللي يحزموا فيه الناقة حتى يمسك الطعام على جنبي الناقة فقطعت رضي الله عنها نطاقها نطاقه المحزم الذي يكون على خصر الرجل أو المرأة فشقته اثنين وربطت واحد لناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر على ناقة أبو بكر الصديق ثم انطلق لذلك لقبت رضي الله عنها بأسماء ذو النطاقين ذو النطاقين رضي الله عنها وأرضها من زوجها أسماء أسماء من زوجها زوجها عبد الله الزبير بن العوام ابنها من عبد الله بن الزبير ابن العوام ابن أسماء بنت أبو بكر الصديق زوجها الزبير ابن العوام رضي الله عنها وأرضها فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة معهم هذا الخريط معهم هذا الخريط مباشرة ما ظنك يا أبو بكر باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا عبد الله بن أريقط هذا الخريط ما كان على إسلامه كان على الشرك لكنه قد عرف بالأمانة والصدق والوفاء يا أخوة العرب كانوا يتصفون بهذه الصفات النبيلة خلاص أمانة أمانة أنا بيني وبينك عداوة بيني وبينك غير انتهى لكن إذا أمنتني على شيء أو أمنتك على شيء ما في حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ترك علي بن أبي طالب في المدينة حتى يرجع الحقوق لأهلها وهم اللي كانوا يؤذوه ويسبوه ويرجموه ويطردوه ويشتموه مع هذا كانت أماناتهم مع نبينا محمد فهو الصادق الأمين هو الصادق الأمين الذي كان يكن بذلك ومع هذا يكذبوه يعني تناقض غريب وعجيب تعال أنا بعطيك أموالي وكل ما عندي ويعز علي أمانة عندك بس ترى أنت كذاب أنت مش نبي يعني شيء غريب وعجيب سبحان الله لكنه الهوى إذا تغلغل في نفوس الناس يفعل فيهم هذا الفعائل فترك علي بن أبي طالب في المدينة حتى يرجع حقوق إلى أهله ثم يتبعهم ويلحقهم إلى المدينة عبد الله بن خريط مشى مباشرة في طريقه طيب من الذي تبعهم هذا رجل اسمه سراقة بن مالك سراقة بن مالك يبحث عن المكافأة 100 ناقة لمن يجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماذا فعل هذه ماذا فعل بعد الفاصل يا إخواني الكرام نعود إليكم ونخبركم ماذا فعل سراقة بن مالك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سراقة بن مالك يبحث عن المكافأة قال لك هذه المكافأة 100 ناقة أنا لازم أخذها لازم تكون من نصيبي 100 ناقة يا جماعة اللي يملكها في زمنهم يعني ثري من الأثرياء يعتبر 100 من الإبل يقول سراقة بن مالك كنت جالسا في مجلس قومي فجاء أحدهم فقال قد رأيت أسودة في الساحل كأنه محمد وصاحبه سراقة بن مالك يعلم أن الناس وقتها قد انطلقوا جميعا في جميع الشعب وجميع الطرقات والأودي يبحثون عن محمد حتى يأخذوا هذه المكافأة فقال سراقة بن مالك فوقع في نفسي كأنهم هم فقلت لهم لا لا هذا ليس بمحمد هذا فلان وفلان قد رأيتهم اتجهوا نحو الساحل قبل قليل هو ما يبغي يقولهم أن هذا محمد لا يبغي هو يفوز بالجائزة قال فأغويتهم بكلامي خرجت إلى داري تسللت سيفي وركبت فرسي وانطلقت إلى الساحل أبغي أخذ المئة ناقة قص عليهم قالهم لا هذا مش محمد هذا اثنين قبل شوي كانوا طالعين وأظنهم هم وليس بمحمد محمد شو يأخذ الساحل وين هو يبغي المدينة الساحل يأخذك اليمن انطلق سراقة بن مالك على فرسه يطير ويقترب 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 إلى الساحل فرأى أبو بكر الصديق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعهم عبد الله بن أريقط الخريط منتجه يمشون فقال حتى اقتربت فعرفت أنهم هم أبو بكر الصديق هذا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال وكان محمد لا ينظر خلفي لا ينظر خلفه أبدا إلا أبو بكر الصديق كان يلتفت يمشي على ناقته وهو يلتفت يمشي ويلتفت أخذوا 8 أيام إلى أن وصلوا
مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة. يقول وهو يمشي ويلتفت إلى كل ما أقترب منهم وإذ بفرسي تغوص ساقيها في الرمال فأزجرها فتقوم ثم تغوص من جديد، فعرفت أن الله عز وجل حام لهذا الإنسان. مستحيل أقترب منهم، خلاص بوصل منهم أبغي أقتلهم أو أمسكهم. وإذ بفرسي تخوض تغوص ساقها أو يديها في التراب ولا أستطيع أن أصل إليهم. قال فأغرجت الأزلام. الأزلام مثل الخرز، مثل أشياء كانوا يعتقدون فيها قبل أنها تستطيع أن توجههم لما هم يريدون. الأزلام طلعها من جيب الخيل ويجلس يسوي فيها مثل يعني شو اسمه، مثل السحب كذا، يسحبها ويطلع يشوف شو تطلع الأزلام هذه، على أساس أن هذه يعني مثل الآلهة لهم. فإن كانت الأزلام تقول أكمل ولا ما أكمل، تطاير يعني، مثل التطاير نوع من أنواع الشرك، وللأسف أنه موجود اليوم عند بعض الناس وما زال يمارس مثل هذا الشيء، هو موجود عند كفار قريش وعند المشركين وعند الجاهلية للأسف الشديد. الأزلام كانت تقول له لا تذهب، لا تذهب، لا تتجه، لا تكمل طريقك، على معتقداتهم طبعا، وهو مصر لا أذهب. قال عرفت اللي صار لي مش طبيعي، هذا الرجل محفوظ من الله. فناديت بهم وقلت لكم الأمان، لكم الأمان، لكم الأمان، خلاص انتهى. فوقفوا، أتى إليهم سلم عليهم وكذا، فقال لهم أن أبو جهل قد وضع 100 ناقة هدية لمن يقبض بكم، وضع لهم طعاما ما أخذوا ورفضوا أن يأكلوه. فقال لهم أنا يعني وضعكم أنتم مش طبيعي، الله عز وجل حاميكم، فلكم الأمان، أنا سأعود أنتم انطلقوا. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم طلبا واحد، قال أطلب منك طلب واحد بس، ماذا؟ قال لا تخبر الناس أنك رأيت محمد وأبو بكر في السحر، لو سمحت وتكرم خلنا نوصل المدينة، لا تخبر من بعدنا بذلك، ممكن؟ قال لكم ذلك. عاد مباشرة سراقة بن مالك رضي الله، وهذا أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. في طريق النبي صلى الله عليه وسلم مر على مكان مثل بيت، مثل العزبة، مثل كذا خيمة استراحة لأم معبد. أم معبد هذه حمر، حرمة عجوز ومعها زوج، يرعون الغنم في هذاك المكان. فكانوا تنطلق هذه الغنم كل يوم تسرح وتأكل وترتعي كذا ثم تعود. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إليها سلم عليهم كذا، قال أمعكم لبن؟ كانوا معروفين العرب بالإقراء، الإقراء اللي هو الكرم والجود، أني أنا بكرمك أنت ضيف. قالت له والله يعني ما عندنا شيء نقرئك، ما عندنا شيء نضيفك فيه. قال وهذه الناقة؟ قال هذه عجفاء لا تنقي ضرعا، ما فيها شيء، هذه عجوز يعني ما في السنة أصلا جدبة، ما فيها عشب، ما فيها شيء، فيدوب أن الغنم تعيش وبس. فقال أتأذنين لي أحلبها؟ فقالت له يعني ما فيها شيء ترى، قال أنت أعطيني بس أنا أحلبها. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ضرعها فجلس يحلب منها صلوات ربي وسلامه حتى امتلأ ضرعها لبنا. فمباشرة صلى الله عليه وسلم قدم لها اللبن حتى تشرب هي أول شيء. شوف شوف يعني الأخلاق، لما تتكلم عن الأخلاق، هو ضيف لكن هو الذي أخرج هذا اللبن من ضرع هذه الشاة، ولكنه أبى أن يشرب وجاي وعطشان من سفر وبعيد، قدم صاحبة البيت أن هي تشرب. فشربت، وشرب بكر الصديق، وشرب من؟ وشرب عبد الله بن أريقة الخريت، حتى شبعوا وزاد من هذا اللبن شيء الكثير. ثم سلم عليهم صلى الله عليه وسلم وذهب. عاد أبو معبد زوجها دخل البيت وجد لبن، قال من أين لك هذا؟ من وين جاب هذا اللبن؟ قالت والله قد مر بنا أمر عجيب. ماذا مر؟ قالت أتاني رجل قد رأيت منه عجبا. وماذا رأيت؟ قالت يا أخي جاء ودخل وفعل كذا كذا ومسك الشاة ومسح على ضرها فامتلأ ضرعها لبنا. فقالت كيف هو شكله، كيف مواصفاته؟ فجلست تصفه صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. فقال لها أظنه هو ذاك الذي تبحث عنه قريش، هذا الرجل أنا على يقين هو الذي تبحث عنه قريش. فقالت أم معبد وأنا أظنه كذلك هو، وأنا أظنه كذلك هو. انطلق صلوات ربي وسلامه عليه. قبل أن يصل المدينة كانوا أهل المدينة في كل يوم يخرجون
ينظرون في الطريق، يبحثون وينتظرون من بعيد هل جاء أحد أو لا. عندهم خبر أن محمد جاي في الطريق هاجر، عندهم خبر أن رسول الله ترك مكة وهو جاي للمدينة. كل يوم يخرجون وينظروا كل يوم، حتى قام أحد اليهود الذين في المدينة واعتلى نخلة فرأى أن هناك ناس في أحد جاي من بعيد، فناداهم قد جاء جدكم، قد جاء جدكم يعني نبيكم، قد جاء جدكم، قد جاء جدكم. فخرجوا بسيوفهم وكرمهم وعطاهم، استقبلوا النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه كانت أول سنة لهجرته صلوات ربي وسلامه عليه. دخل، قيل أول ما دخل سلموا عليه كذا، واتجه مباشرة إلى مسجد قباء. وين راح؟ وين جاء؟ وين بات؟ وين؟ لا لا، هذا سأؤجله إلى الحلقة القادمة بإذن الله. لكن أنا شوي برجع لي وراء أمام قصة هجرة أم سلمة، وأبغي أقف معها موقف بسيط وإن شاء الله ننهي أمام هذا الموقف. كم متبقي من الوقت؟ عندنا ما 10 دقائق. أم سلمة لما أرادت الهجرة، من الذي أفسد لها الهجرة؟ أهلها. من الذي فرق الشمل؟ أبو سلمة راح بصوب، والطفل اللي راح عند أهل أبو سلمة، وأم سلمة راحت عند أهلها من بني مخزوم. يا أخوة يا كرام، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وحثنا أن الإنسان يكون مفتاح خير للناس، مغلاق للشر. طوبى لمن جعله الله مفتاحا في الخير مغلاقا للشر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اليوم للأسف مثل ما أن هذه العائلة تشتتت وتمزقت، اليوم هناك شريحة من الآباء والأمهات، الأخوة والأخوات، إذا رأوا أن هناك خلاف وقع بين الزوج وزوجته يسعون جاهدين لتمزيق هذا الشمل. أنت روح برايك، شلي عياله، حبسي عن العيال، ما عليك منه، لا تردي عليه، روحي بيت هلج، كما حصل لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، زوج النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كم من البشر اليوم اللي يسلك طريق أهل أم سلمة وأهل وأعمام سلمة الطفل؟ كم يا أخي، يا أنك تقول كلمة خير إذا وجدت هناك خلاف بين زوج وزوجته، إذا وجدت أن هناك مشكلة واقعة، يا أنك يا أخي تكرمنا بسكوتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. لا تخبب، لا تسعى لتمزيق الأسر، لا تسعى لتشتت شمل المجتمعات النظيفة المتآلفة المترابطة. هذول الناس لحظوظ النفس والانتقام والهوى مزقوا شمل أسرة أبو سلمة رضي الله عنه وارضاه. واليوم كم من الناس الذي يسعى جاهد أن يمزق شمل الأسر المترابطة لحظوظ النفس. تيك الأم أحيانا بعض الأمهات، ويجيك أحيانا بعض الآباء، الأب أو الأم ما ارتحت لهذه البنت، طلقها. كيف أطلقها؟ أمي زوجتي، طلقها. أنا أقول لك طيب طلقها، ولا ترى أنا مش راضي عليك إلى قيام الساعة. ما يصلح هذا الكلام يا أمهات يا أخوات. خلوا الناس عايشة، هم مرتاحين، هم حابين بعض، هم متوالفين، لا تزعجوا الناس. الظلم ظلمات يوم القيامة، ما يجوز أن الإنسان يفسد علاقات البشر وهي متحابة مترابطة. لا تحشروا أنفسكم، لا تتدخلوا في أمور ما لكم حقص فيها وما لكم علاقة فيها. هذا الكلام أوجهه لنفسي ولكم جميعا يا أخوة الكرام. لا ما عليك منه، وخليه وروحي المحكمة، والمحكمة بيسو ليش؟ ليش؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ملعون من خبب امرأة على زوجها. التخبيب هو التحريض، ما عليك منه، القانون معاك، المحكمة بتاخذ نص الراتب بتحوله لك، واو كلام ما ينتهي. عصابات ومجموعات. اليوم المرأة، بعض المطلقات مستشارة في شؤون الطلاق، بعض، وللبعض على الرأس هنا مكانهم، أخواتنا الله يحفظهم ويبقيهم المطلقات، والبعض لا 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 هي مستشارة في شؤون الطلاق. خلوا بس تطلق، هي صارت مطلقة، كل اللي يبغوا يروحون المحكمة عندهم مشاكل زوجية تصرف هي. زي هذه منهم؟ هذه مستشارة أسرية موجهة؟ لا لا، هي بس عندها خبرة في المحاكم وكيف أتحايل وكيف أخذ وأطلع قد ما أقدر فلوس من هذا الزوج، خادمة وبيت وسيارة ومسكن واو وفلوس ونفقات وكل شيء. هلو، أنت كيف سويتي يوم رحتي معك؟ بسيط،
سوي كذا كذا، روحي يبي ورقة من الشرطة، يبي ورقة من المدرسة، يبي ورقة من فواتير من بيت، وروحي ما عليك وحطي محا. تعينها وترشدها على طريق ماذا؟ طريق تآلف المجتمعات وتحبها؟ لا والله، تمزيق المجتمعات وتفرقها. دول تتعب، دولتنا تتعب، شيوخنا يتعبون لتآلف النفوس و يعني انسجام المجتمع وحب الخير للبعض. كليات، مدارس، جامعات، ثقافات، خطب جمعة، لمن؟ حتى يحافظوا على نسيج المجتمع. أنت اليوم أو غيرك أو أخ أو أب، الأخ متضارب مع من؟ مع زوجها، يقول حق أخته هذا ما يصلح، ويجلس يخسف فيه، زوجك فيه وزوجك تعبان وزوجك بخير، يكرهها فيه عشان بس يتفرقون. يجي الأب نفس الشيء، أبو البنت أو أبو الزوج، يقول شو هذه زوجتك، لا تبيها لي البيت، أنا ما أحبها، أنا أكرهها، أنا كذا. طيب تو يعني هذه قلوب، هذه صدور، ليش تغروها على على أقرب الناس وحب الناس لهم؟ وأنا تمر علي هذه الحالات كثير يا أخوان، تمر علي يا أخوي كلام، هذه الحالات يتصلك واحد يقول لك يا أخي شو أسوي، أمي تقول لي يا أنا يطلقها. طيب كيف ظلم يا أمي، أطلق بنات الناس ليش؟ ترضيها لبنتك؟ أقول لك ما عندي كلام، طلقها يعني طلقها، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أمي ظلم مالي، ولا لا تدخل بيتي وأنا مو براضي عنك إلى يوم القيامة. ما يجوز يا إخوة. الحين واحد يمكن يقول إن صدق في هالحالة فيصل شو أسوي، أسمع لأمي ولا ما أسمع؟ لا ما تسمع لأمك، ما تسمع، لأن هذا ظلم. تراعي أمك وتحترمها وتقدر، لك ما تسمع لها وتلبي رغبتها في تشتيت أسرة وبيت ومجتمع. لا لا يا إخوة، أراعي أمي، أداريها، حاول طيب خاطرها بشيء كذا، لكن إني يعني أمزق أسرة، أسرة فيها أبناء وفيها زوجة وفيها كذا، والله لأن الأم قالت أنا ما برضى عنك، لا يا إخوة هذا ما يجوز، هذا أمر محرم في دين الله عز وجل. علينا أن ننضبط، نحافظ على بيوتنا، نحافظ على مجتمعاتنا، ونقول كلمة الخير. ما تقدر تقول كلمة الخير، اسكت بس. إذا أنت مو قادر تقول كلمة خير، لا تقول كلمة شر. يا يعني أنك تكون مفتاح خير، محضر خير على قولتهم، لا تكون محضر شر يا أخي، لا تكون محضر شر، حرام عليكم، حرام يا أخوة. خلونا نحافظ على البيوت. أمهات، بنات، أخوات يتصلون يتمنون واحد يدق باب بيتهم بس يتزوجون، حتى ترى الظنى أمامها ابن. وإحنا وبعضنا يسعى لخراب البيوت وتشتيت. ترى الدنيا تدور وتدور عليكم، الدنيا دوارة، باشر أنت عيالك تتزوجون، أنت تتزوجين، الله يسلط عليك أحد على عيالك. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. الله يسلط أحد على أبنائك والله يؤذيهم أذى، لأنك أنت أذيتي الأسر ومزقت الأسر وسعيتي لإفساد الناس. هذا الموضوع جدا مهم يا أخوات، يا آباء، يا أمهات، خلونا جميعا نقول كلمة الخير، نكون محضر خير في الناس في المجتمع، ما نكون أداة شر وفساد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله أن يجمع لنا مجتمعاتنا وأن يحفظنا على الخير والود دائما أبدا، إنه جواد كريم. ألتقيكم بإذن الله عز وجل الأربعاء القادم، نواصل الكلام عن دخول النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة، وما الذي حدث، وأين ذهب، وأين صلى، وأين نام. إلى اللقاء القريب. شكرا لكم إخوان المخرجين، مصورين، مشاهدين، مستمعين. إلى اللقاء القريب، نريكم نراكم بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.